اعتراف هو عنوان أغنية نديم نور الجديدة واللي عم بيعود عبره بعد غياب طويل عن الساحة الفنية. ما بقى خاف ما ضل للطعن مطرح هيدا اعتراف الناس بتشمت وبتفرح وما بدل عتمي نور لعيون شو مخبى بتفضح. نديم كان أطلق هالأغنية باحتفالية خاصة بدبي حضر عدد من الأصدقاء والإعلاميين والفنانين. نديم وبدردشة خاصة مع أغاني أغاني كان خبرنا عن كواليس تحضيرات الأغنية. الأغنية هاي اعتراف عنوان شدني جدا، نص شوي مختلف. الحقيقة حسيت أنه لازم تتقدم بشكل أو بآخر، والحمد لله توفقنا مع الأستاذ ماجد ترمس وعمر الصباغ بإننا نضيف على هالأغنية شكل. الحمد لله عم نشوف أصدقائه زي ما أنت قلتي بشكل كويس. بوقت سابق نديم كان زار بيروت لتسجيل هالأغنية باستوديو عمر صباغ، وأغاني أغاني كانت رفقته بالكواليس. وجودي في لبنان هلأ لأعمال جديدة عم تنعمل مع الموزع عمر صباغ والموزع نادر الأسعد بعملين هيك مختلفين شوي، إن شاء الله راح يكونوا من ضمن الأعمال اللي منقدمهم في ميني ألبوم. نديم كان عرف عند الجمهور العربي بشكل واسع من خلال أغنية يا الله شو مشتاق لك اللي حققت بوقتها نجاح كبير. نديم يا الله شو مشتاق لك حققت نجاح كان باهر يعني، وحققت أرقام فعلا لافتة بالوسط الفني، وغنوها كتير من الفنانين. سمعت شي مرة فنان عم بغنيها يعني، مثلا فنان زياد برجي دايما بيرددها بحفلاته. بكون مبسوط كتير، بوجه لهم تحية كلهم من قلبي. بكون مبسوط كتير ولأسمع الأغنية من إحساس تاني، من وجهة نظر تانية، أكيد شيء بفرح. وهالأغنية يعني يمكن كانت من أكتر الأغاني اللي حبيتها وسمعتها على لسان كتير زي ما بتقول كتير ناس، فبالعكس إلها مكانة في قلبي ومبسوط فيها ومبسوط في اللي وصلت له يعني. يا الله شو مشتاق يا الله مش معقول مشتاق وبدي إلي لكن ما في قول على بالي على طول على طول يا هوانك مشغول مشغول مشغول. غياب نديم عن الساحة الفنية كان أثار تساؤلات، وأثناء لقائنا معه كان كشف لنا السبب. والله أنا يعني بعد فيم ميوزك مع طارق العريان والأعمال اللي أنتجت في هذه الفترة، لقيت أنه يعني كان لازم شوي هيك أركز في كتير إشياء في حياتي، حتى في الحياة الشخصية يعني، وما كان في شيء يعني يستفزك عشان تعمل شيء. فهلا صار الوقت انه يعني في افكار حابب اقدمها، فلقيت انه هلا الوقت المناسب لنقدم اعمال جديده وهيك نرجع نغني شوي. اعترافي واحده من اغاني نديم الجديده واللي راح يبصروا النور تباعا خلال الفتره القادمه. هلا احنا عمال بنحضر 5 اعمال هذا ميني البوم، بدهم فيها 3 أغاني باللهجة المصرية وأغنية باللهجة الخليجية وأغنية طبعا أكيد باللهجة اللبنانية. الأعمال صراحة يعني تعاوننا فيها مع ناس برضو موهوبة جدا وفنانين جدا، بوجه لهم تحية، مثل الشاعر عاصم حسين، مثل الموزع نادر الأسعد، مثل الموزع عمر الصباغ، محمد شفيق، ماجد ترمس. يعني الحقيقة هيك فريق كنا بنشتغل بشكل حلو مع بعض، فاهمين بعض، كلنا عندنا نفس الرسالة، إنه نقول بكفي يعني نسمع أغاني
على أي مش بشعة وما بحكم عليها، بس بدنا أغاني، يعني بدنا أغنية نسمعها، يعني بدناش نضلنا نرقص، بدنا نسمع، عرفتي؟ فمن هون يعني إجت التعاون هذا، كتير إن شاء الله بيكون مثمر، بيكون معانا هالأعمال اللي إن شاء الله تعجبكم. الزمن لو رايد تعرف مجبور تخالف، هالكلمة أنا مشتاق لك مجرد سوالف، مثلي بالقلب بيبقى مش قابل للتحريك، واللي ما بيعرف يبوش بحاول يتضيق. نديم كان عنده وجهة نظره حول الأعمال الغنائية المعاصرة واللي بالنسبة له معظمها فيها شوائب. بقول لك هلا يعني إذا بدك ما في، يعني الفترة الأخيرة ما كان في، حتى الدليل إنه حتى نجوم كبار بعدت عن الساحة، يعني للأسف ما هو المغني برضو أو اللي بدي يقدم عمل غنائي بهمه الملحن، بهمه الموزع، بهمه الكاتب، بهمه فريق عمل. هلا بتلاقي مثلا، مع احترام شديد لكل الأعمال بس بدي أكون صريح، أنا بتلاقي عمل بيعجبك كلامه بس ما بيعجبك مش عارف، يعني بتلاقي شيء بيعجبك شيء، ف يعني بدها ورشة عمل القصة، مش قصة موضة، هي قصة ورشة عمل بكلام يطلع إحساس الملحن، واللحن يطلع، يعني زي زمان، يعني بطلنا نشتغل زي زمان يعني على الأغنية وعلى الاختيار. نديم نور فنان حقيقي متكامل بيتميز بحسه العالي، موهبته الواضحة واختياراته الراقية، على أمل عودته هالمرة للساحة الفنية تكون ثابتة ومن دون أي غياب قادم. أما جديده اعتراف فبإمكانكم تتابعوا بشكل يومي عبر أغاني أغاني. مبسوط كثير إنه أغنية اعتراف عم تنزع عبر قنوات أغاني أغاني، إن شاء الله تنول إعجابكم. نديم نور. ما بعمره حدا كان معي على الوعد، ولقيت سنددني وشالت همي من الأرض، بعمري ما عرفت غالي دبلان الورد، كل اللي عرفتن كانوا أرخص من بعيد.